القاهرة والناس تشارك جموع المصريين أملهم في مصر المستقبل، ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الإعلام الألماني: مصر جعلت العالم يتظاهر من أجلها. بشائر مصر المستقبل: عاصمة جديدة بتكلفة 45 مليار دولار. محلب: حريصون على وجود سياسة ضريبية ثابتة لإتاحة فرص الاستثمار. وإليكم تفاصيل النشرة. مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل حديث الصحافة العالمية. فقد تناول العديد من وسائل الإعلام الألمانية المؤتمر، وقالت صحيفة شتوتغارت سايتونغ إن مصر بهذا المؤتمر جعلت العالم يتظاهر من أجلها. وأوضح موقع دير شبيجل أن مصر تقدم نفسها بأكبر مؤتمر اقتصادي في تاريخها اليافع في الاستثمار. أضاف الموقع أن الحكومة المصرية لم تدخر جهدا لإنجاح المؤتمر، وقامت بتوجيه الدعوة للعالم، فيما جاءت الاستجابة سريعة وإيجابية من ملوك ورؤساء ورجال الاقتصاد ورؤساء كبريات الشركات. وأكد زد دي إف القناة الثانية الألمانية في تقرير لها أنه توفر بالمؤتمر الظروف المثالية، وأن الدراسة المتأنية أعطت مصر الضوء الأخضر لتندفع المشاريع الضخمة والاستثمارات الأجنبية إلى مصر التي تخدم المصالح المشتركة، وسيكون لها مردود بشأن التقارب السياسي بين الدول. العاصمة الجديدة أولى بشائر مؤتمر مصر المستقبل. فقد وقع وزير الإسكان مصطفى مدبولي مع جانب الإماراتي اتفاقية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 45 مليار دولار، بحضور كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات. كما تفقد الرئيس السيسي ورافقه الشيخ محمد بن راشد معرض العاصمة الإدارية الجديد لمصر. وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي أعلن أن الإمارات وقفت مع مصر خلال الفترة الماضية بإجمالي 14 مليار دولار استثمارات، مقدما دعما إضافيا لمصر بقيمة 4 مليار دولار، منهم 2 مليار وديعة في البنك المركزي و2 مليار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري. إحنا هنعمل ده قد إيه؟ والله حقيقة أنا إذا ما بكتب عليك 10 سنين أنا بكلم مجال بداية. لا من الآن احنا ما نعملش شغلنا كده. لا لا 10 سنين ولا 7 سنين ابدا. انا بتكلم بجد. شو تؤمر والله امر امبارح. متعودين على امبارح. خلاص متعودين على امبارح. لا 10 سنين ده مده زمنها طويله جدا. ان شاء الله لا بتكلم ما تبدأ. لكن طبعا عمليه البدء بكل السرعه وبكل الاساليب. هي حتى ان احنا عندنا اسبوع هنساعد كمان. احنا اسبوع للبدايه طبعا. اسبوع واحنا هنساعد. انا متاكد عشان ينجز يعني. انا متاكد اللي هو هيعمل هيرحم الناس في القاهره وهيرحمهم. الله يعين. فهمت الرئيس. لو تعرف نحن كيف نبحث عن مطاولين بكل امانه. لو تعرف كيف بس نحن عن مطاولين عشان الاسرع. لا استنى تعال فندم. واحنا عندنا مشكله في الشركات. لا يا فندم مصريين ما فيش ان شاء الله. والله اذا عايزين السرعه نحن نستعد نكلم شركات من داخل ومن خارج. ما فيش مشكله. لا الاولويه للداخل. بص انا عايز اقول احنا ما عندناش مشكله. المهم المشروع ينجز في اسرع وقت. ما لدينا نعمله مش كده؟ لا لو كان حتى صانع اقصد بالشركات. انا فاهم انا اقصد اقول ما لدينا من شركات. نعم ماشي. طب لو ما فيش الاولويه لهم. بس احنا بنتكلم في كل سنه وكل مشاريعنا طول عمرك كلها بنفهم الشركات المصريه. كل مشاريعنا 8 سنين كل مشاريع مصريه. خمسة لسبعة هم بيقولوا 5 لـ7. احنا بنقول كام؟ هم بيقولوا 10. لا طبعا هم بيقولوا 10 كده. فاحنا بنقول 5 غير رايك. في 5 سنين نعمل 5 سنين. حريصون على وجود سياسه ضريبيه ثابته لاتاحه فرص الاستثمار. هذا ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مضيفا أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الهامة، منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أنه سيكون هناك كود موحد لكل مبنى أو منشأة ليكون حجر الزاوية لربط البيانات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، قائلا أن مصر تستهدف من قناة السويس الجديدة تنشيط الحركة الاقتصادية وترسيخ الأمن الاجتماعي ونشر رسالة السلام العالمية، والمصريون التفوا حول المشروع رغم التحديات الصعبة.
وضعت الحكومة بالمشاركة مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة برنامجا متكاملا لتحديد أهمية التشريعات الاقتصادية التي يجب مراجعتها وتعديلها أو تحديثها أو إصدار تشريعات جديدة بدلا منها، بما يذلل العقبات التي تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار ومن ثم على المنظومة الاقتصادية ككل. ومن أهم هذه الإصلاحات إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي ييسر إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي ويعزز آليات فض منازعات الاستثمار. كما تحرص الحكومة على الالتزام بسياسة ضريبية ثابتة تتأكد معها فرص نجاح الاستثمار في مختلف مجالاته. أمريكا ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مصر، هذا ما أكده جون كيري وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج زيارته لمصر ومشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري على المجهود الخاص بالمؤتمر الاقتصادي والإصلاحات والمبادرات الخاصة بالتنمية في مصر، قائلا أن هناك قرارا قريبا خاصا بالمساعدات الأمريكية لمصر، والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في التعاون مع مصر في محاولة لتنمية القطاع الخاص من أجل خلق الوظائف في مصر، موضحا أنه عقد عدة مناقشات خاصة خلال زيارته لمصر أكدت الدعم العميق للقاهرة في إطار التحديات التي تواجهها. أصدر رئيس مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف المستشار نبيل زكي مرقص حكما بعزل 31 قاضيا من الموقعين على بيان رابعة وبراءة 25 قاضيا آخرين، كما أصدر حكما بإحالة 10 قضاة من حركة قضاة من أجل مصر للمعاش المبكر وعودة 5 آخرين إلى عملهم. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.